بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. سورة التحريم، الجزء الأول من سورة التحريم، يعني فيه مواعظ وعظات عظيمة جدا، يعني تستحق إن احنا نتكلم فيها. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي لما تحرم وأحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى ساعات بيخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له يعني يقول يا أيها الرسول، وساعات يقول او ساعات يعني يتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيه الرسول، وساعات يتكلم عليه بكنيه النبي. برضه هذا له حكمه، وده من بلاغه القران. عندما يريد الله سبحانه وتعالى ان يتكلم عن احكام في الشرع ويدخلنا نحن في الاحكام او في اتباع هذه الاحكام، يقول الرسول. لان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ايه الفرق بين الرسول والنبي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بعث 124 الف نبي، اصطفى منهم 313 رسول، واصطفى من 313 رسول دول 25 رسول مذكورين في القرآن. الرسول أعلى من النبي، النبي ربنا بيأتيه النبأ من السماء، بينزل عليه جبريل، لكنه ليس مكلف تكليفا جازما بإبلاغ الرسالة. أما الرسول فمكلف تكليفا جازما بإبلاغ الرسالة، وإذا لم يكلف يبلغ رسالة فيكون تحمل اسم كبير أمام الله سبحانه وتعالى. لكن لا، يعني حاشا لله أنه يختار نبي أو رسول يكون غير مؤهل لتحمل اعباء الرساله. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله. الكفار بيقولوا كده، عايزين مش هنؤمن لما نشوف الوحي ينزل علينا الوحي زي الرسل، يعني اشمعنى هم ينزل عليهم احنا ما ينزلش عليهم؟ فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم قال: الله اعلم حيث يجعل رسالته. ربنا عارف هو بيحط رسالته فين، ومين يستحق ان يكون نبي، ومين يقدر يتحمل اعباء النبوه. ربنا سبحانه وتعالى يصطفي من يعطي العلم لمن يستحق العلم، لأن يكون عالما، ويعطي الشهادة لمن يستحق أن يكون شهيدا، ويعطي النبوة لمن يستحق. فربنا سبحانه وتعالى بيتكلم بيقول: يا أيها النبي، لأن بيتكلم في شيء بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، مش حاجة هيبلغها للناس، وإن كانت حصصت إلى الناس وفيها علم وعظات وكل حاجة، لكنه عتاب بينه وبين عتاب شخصي بينه وبين بينه بعداب بين ربنا سبحانه وتعالى بين النبي عليه الصلاه والسلام. فعشان كده قال له: ايه يا ايها النبي. لكن في بعض الاحيان يقول له رسول: يا ايها الرسول بلغ. في سوره المائده: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. هنا لازم يقول له رسول، لان هو بيقول له انا اديك رساله وانت لازم ترسلها للناس، يبقى لازم يقول له رسول. ما ينفعش يقول له يا ايها النبي بلغ ما ارسل، لا، يا ايها الرسول ابلغ، نقول له يا ايها الرسول. لان زي ما قلت لكم 313 رسول مصطفين من 124 الف نبي، لازم يبلغوا الرساله. عشان كده بيقول: من اطاع من يطع الرسول فقد اطاع الله، ما قالش من يطع النبي. في سوره النساء ما قالش من يطع النبي. ليه؟ لان انا بيتكلم عن شرائع هو بلغها للناس، فلازم يسميه رسول. لكن لما يجي يتكلم عليه في حاجه بينه وبينه، فبيقول ايه؟ يا ايها النبي. لأن كلمة النبي أعم وأشمل من كلمة رسول. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ربنا سبحانه وتعالى بيعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم عتابا لطيفا، يقول له: لما تحرم ما أحل الله لك. طبعا الموضوع ده لقصة، فيه روايتين إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه حرم الحلال عليه. أولا إنه كان يذهب إلى زينب رضي الله عنها، واحد أمهات المؤمنين بنت جحش، إنها كانت طبخة ماهرة، وكانت تجيد، وكانت تؤكله العسل، وهو كان عليه الصلاة والسلام بيحب العسل، لكن لما يأكل العسل من إيدها فكان بيروح لها كتير عشان يأكل العسل. فبطبيعة المرأة، إنها المرأة عندها الغيرة، فالسيدة عائشة والسيدة حفصة اتفقوا مع بعض، واتفقوا وقالوا لبعض الزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو لما يخش الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم يقولوا له: يا رسول الله، لما يكون لسه راجع من عند السيده زينب يعني رضي الله عنها زوجة رسول، في احنا شامين منك ريحه مغافير. المغافير دي كانت نوع من الحلوى، بس بتبقى تعمل رائحه مش طيبه في الفم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اكره شيء عنده انه يطلع منه رائحه مش طيبه. ف اتفقوا مع بعض، فتظاهروا مع بعض السيده عائشه والسيده حفصه على عمل خطه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ان هم ايه، حتى انه قيل في بعض الروايات ان والله لا نحتالن على هذا، هنعمل حيله. فقالوا بعض لما يخش الرسول اي واحده منا يخش عليها الرسول صلى الله عليه وسلم تقول له لا لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل على زوجته
وكان من عادته عليه الصلاه والسلام انه بيقبل زوجاته تحبما تدور اليهم يعني و و و فقلت له يا رسول الله ايه ده يا رسول الله، انا في السماء ريحه يعني مش حلوه، ايه ده ريحه توكل مغافير ولا ايه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم انا اكلت عسل عند السيده زينب. فلما دخل عند حفصه راحت عامله معاه نفس الكلام، دخل عند عائشه راح ظن عليه الصلاه والسلام ان العسل فيه حاجه او ده، فقال والله لا ايه لا اكل منه ابدا بعد ذلك. دي كانت القصه الاولى. القصه الثانيه انه دخل على السيده ان السيده حفصه دخلت عليه رضي الله عنها، دخلت الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عنده جاريته، وكان يعني كان موقع هذه الجاريه، وقال انها كانت ماريا القبطيه، وان كانوا العلماء مختلفين هل تزوجها ام لم تزوجها، لكن المهم هي جاريته سواء كانت زوجته او غير زوجته فهي حلال له. فسيده حفصه قالت له يا رسول الله افي يومي وعلى فراشي ما فعلت ذلك الا لهواني عليك، يعني انا هينا عليك عشان كده سبتني وجيت في اليوم بتاعي وعقيت للسيد. فتطيبا لخطيرها فقال الله رسول الله والله لا اقربها بعد ذلك ابدا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى هذا لما تحرم ما احل الله، ومش تطيبا بس ان هو قال لها مش هقرب لها تاني، قال لها انا هخبرك باسرار كانوا بيصالحها يعني، بس ما تقوليش الكلام ده لحد وما تقوليش الكلام ده لعائشه، لان هو عارف انها كانت صاحبه السيده عائشه اكتر من بقيه زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، كان سرهم مع بعض او بيتكلموا مع بعض. قال لها ان جبريل اتاني انفا وقال لي ان الله سبحانه ان الله يبشرني او ان الله سبحانه وتعالى ان ابا بكر وعمر سيليان الامر من بعدي، او ان اباكي سيالي الامر من بعد ابي بكر. فهو كانه بيبشر السيده حفصه يقول لها ابوكي هيتولى الامر من بعد ابو بكر، بس ما تخبريش السيده عائشه بهذا. وقال لها كمان ما تخبريهاش باني وقعت الجاريه ماريا على فراشي عشان السيده عائشه كانت بتغار. ف ربنا سبحانه وتعالى لام على الاول ان هو حرم على نفسه العسل او حرم نفسه مواقعه الجاريه لارضاء زوجته. ف لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعاتبه وينزل التوبه على طول، يعاتبه ويقول له انا ما فيش مش اسم عليك، انا انت اجتهدت ولكن انا بصاوب اجتهادك وانا غفرت لك الكلام ده من قبل ما انت ايه من قبل اي شيء حاجه، انا بس ببصرك لكن انا غفرت لك. وده طبعا من شده حب الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن علو منزلتي عند الله سبحانه وتعالى يبصره ويعاتبه ويعطيه المغفره في ساعتها على طول، من قبل حتى ما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشرع في توبه او يشرع في اصلاح هذا الامر او اي شيء. فربنا سبحانه وتعالى لما تحارب ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحليم وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم تحله ايمانكم، قد فرض الله لكم تحله ايمانكم، يعني لو انت تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم اقسم قال والله ما حدوق العسل ده تاني، قال والله ما حارب للجاريه دي تاني. ربنا سبحانه وتعالى بيعاتبه لان لا يجوز تحريم الحلال. هذا كان حلال في او جائز في الشرائع السابقه، يعني يعقوب عليه السلام حرم الحلال على نفسه عندما كان اصيب بعرق النساء او غيره، فحرم ان هو ياكل، حرم على نفسه البان الابل ولحومها تقربا الى الله سبحانه وتعالى لما ربنا سبحانه وتعالى شفاه من عرق النساء. ف ربنا سبحانه وتعالى نسخ هذا، لا يجوز في هذه الأمة أن الإنسان يحرم الحلال. فربنا بيعاتبه فقال له لما تحرم أحل الله تبتغي مرضات الله غفور، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، إذا كنت حلفت كفر عن هذا اليمين وافعل الحلال. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما حلفت على شيء ثم وجدت ما هو خيرا ثم وجدت شيئا خيرا منه إلا وكفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير وفعلت الذي هو خير. فالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه زي ما قلت لكم لا يجوز تحريم الحلال، ربنا سبحانه وتعالى في سورة النحل ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل في الدنيا ولهم عذاب أليم.
لان تحريم الحلال تغيير في شرع الله سبحانه وتعالى. فالرسول عصام فعلا اقسم كفر عن يمينه. طبعا كفاره اليمين معروفه انها انت تطعم 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. مش زي ما الناس فاكره ان سامي الازرق اقسم بالله كذب يصوم 3 ايام، هذا خطا فادح ولا يكفر عن اليمين ابدا. انت مطالب انك تطعم 10 مساكين او تكسوهم، لو ما عرفتش او تحرير رقبه او انك انت تحرر رقبه، ما فيش رقبه دلوقتي، يبقى تطعم 10 مساكين. شوف انت اكلتك بتتكلف كام في المتوسط وتطلعها لله، تضرب في 10 وتطلعها، او تجيب 10 مساكين ده الافضل تقعدهم وتاكلهم، او تشتري لهم هدوم العشرة، عبايه ومثلا وطاقيه وعبايه ومش ممكن، وممكن تدفع هذا المال على اقساط، مش لازم لو انت مش قادر تدفعه مره واحده ممكن تقسط هذا المبلغ يعني. لكن المهم انك انت تشوف اكلتك بتتكلف كام، 40 جنيه 50 جنيه 30 جنيه تضرب في 10 متوسط اكلتك. نسأل متوسط اكلتك ونسأله احسن اكل تاكلها، والافضل ان هو احسن اكل، لان كلمه اوسط ما اوسط ما تطعمون اهلكم معناها افضل شيء، لان كلمه اوسط في اللغه او في القران معناها افضل. ربنا قال على الجنه انها اوسط الجنه، انها سالتم الله الجنه فاسالوه في الدوس الاعلى، فانها اوسط الجنه واعلاها. وقال اوسطهم اي قال امثلهم او احسنهم. فمن اوسط ما تطعمون اهلكم يعني شوف انت احسن اكل بتعملها ايه. 50 في 10 يبقى 500 جنيه 60 في 10 600 جنيه. تقسط المبلغ ده وطلعه، ده عشان الانسان ما يستهونش ما يتهمش ما يقسمش الا هو عارف هو بيقسم على ايه. ما قدرش يطعم او يكسو مفيش تحرير رقبه، يبقى في الحاله دي يجوز له ان هو يصوم 3 ايام. لكن لان ربنا قال فمن لم يجد فصيامه 3 ايام، ده كفاره اليمين. فده اللي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، كفر عن يمينه فعلا. قد فرض الله لكم تحله ايمانكم، ازاي تتحلل من الايمان ديت، والله مولاكم يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يتولى امورنا كلها، وهو اللي بيوجهنا، هو اللي بيعلمنا الحرام والحلال. فاحنا ما نعملش حاجه من انفسنا، لكن لان ربنا سبحانه وتعالى هو المتولي، والله مولاكم اي المتولي امورنا من الالف الى الياء، هو العليم الحكيم. يستخدم كلمه العليم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول العليم الحكيم، بيستخدم الاسم اللي يناسب الايه، يعني العليم بطبائع البشر، بما يصلح طبائع البشر، بما يصلح امور البشر من الاحكام، هو الحكيم في احكامه، يعني بيحط الاحكام، عليم بمواطن الامور، كل انسان منا ايه اللي يصلحه وايه اللي يفسده، وايه اللي يصلح الامه كلها وايه اللي يفسدها، وهو حكيم في شرائعه. عشان كده استخدم كلمه العليم الحكيم. في الايه الاولى استخدم غفور رحيم، لانه بيعاتب الرسول عليه الصلاه والسلام على شيء فبيعتبره حاجه منه هافوه او حاجه، او العلماء طول بيقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخطئ ولكنه يفعل خلاف الاولى تقدما مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بيعاتبه على شيء فبيروح حاطط كلمه غفور رحيم. هنا بيتكلم على احكام وشرائع وبيقول لنا لازم تتحللوا من الايمان، فلازم يقول عليم حكيم، لان علي بيقول لانه لازم يقول لنا الحاجات اللي تصلح من ان هو اعلم بينا من انفسنا ويدينا الشيء اللي يصلحنا. ويتأثر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. ويتأثر النبي إلى بعض أزواجه، هي حفصة عليه رضي الله عنها، أصر النبي إليها، أي أصر يعني قال لها في السر، قال لها سر المفروض إنها تكتمه ما تقولوش لحد، حديثا اللي هو اللي إحنا قلناه دلوقتي، إن هو قال لها أبوك هيتولى الأمر من بعد أبو بكر، وما تخبريش عائشة بهذا الكلام. شوف ربنا سبحانه وتعالى الى بعض ازواجه، ما قالش الى احد لاحد زوجاتي. ليه؟ عشان الناس ما تدورش مين احد زوجاتي دي، يبقى في يعني تركيز عليها. لا قال لك الى بعض زوجاتي، تعميم نوع من الستر. يعني ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يقول اذا اصر النبي الى احد زوجاتي حديثا، لكن الى البعض، لان كان عاده العرب لما يتكلموا على واحد يقولوا كنوع من الستر، ما باله اقوام يقولون كذا وكذا، هو واحد اللي قال. الذين قال لهم الناس ان الناس يعني ان الناس اعدوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس هي كانت واحد برضه. فدايما ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم على 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 مجموعه على واحد ممكن يقول الناس، لما يتكلم على 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 فرد يقول بعض. ستر نوع من الستر والتعميم.
فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يتأثر النبي الى بعض ازواجه اللي هي كانت حفصه رضي الله عنها حديثا، فلما نبأت به واظهره الله عليه قال لها كذا كذا، فراحت رايحه للسيده عائشه لان كانوا اصحاب، راحت قايله لها السر اللي الرسول صلى الله عليه وسلم افشت سر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لها ما تقوليش لحد وما تقوليش لعائشه بالذات. راحت رايحه ما كانش عايز الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عايز الناس تعرف ان سيدنا ابو بكر سيدنا عمر هيتولوا بعده. فالسيده عائشه راحت رايحه السيده حفصه راحت رايحه للسيده عائشه قايله لها، وقالت لها كمان موضوع الجاريه هو فلما نبأت به ويتأثر النبي لبعض الحديث، فلما نبأت به وأظهره الله عليه، أظهره الله عليه يعني إيه؟ يعني ربنا أطلعه على إن السيدة حفصة أفشت السر، عرف بعضه وأعرض عن بعض. عرف بعضه قال العلماء في كلمة عرف بعضه يعني إيه؟ بعض العلماء قال إنه عاتبها على شيء وسكت عن شيء، عاتبها على إن هو قال لها يعني ليه قلتي لموضوع لحفصه لعائشه الموضوع ابوها وانا ما كنتش عايزه، ده كان سري بيني وبينك. هو قال لها كده لتطيبه للخاطره، لكن ما كنتش عايز السيده عائشه تعرف، لكن هي افشت السر اعرض عن بعض، يعني قال ان هو ما اتكلمش على الموضوع الثاني مع ان الموضوع الجاريه، مع ان هي قالت برضه موضوع الجاريه، فبرضه عشان ما يحرجش السيده حفصه. بعض العلماء قالوا هذا، وبعض العلماء قالوا عرف بعضه واعرض عن بعض، اي عاتبها عتابا شديدا وعاقبها على هذا انها افشت سره على هذا السر بالذات، ما رضاش يعاقبها على الجزء الثاني، الجزء الاولاني اللي هو انها افشت سره في ان هو سيدنا ابو بكر سيدنا عمر سيتولى بعد سيدنا ابو بكر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا العلماء يعني ان كان من عاده العرب انهم يقولوا ايه، لعرفنك هذا القول انا حرفك، يعني لما اقول لك انا لعرفنك هذا القول انا حرفك انا هعمل فيك ايه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عرف بعضه يعني عاقبها على بعضه. قال بعض العلماء هم بتطلقها، قال بعض العلماء انه طلقها فعلا، قال بعض العلماء انه هم بتطلقها لكن جبريل نهاه عن ذلك وقال له لا تطلقها فانها صوامه قوامه وانها من زوجاتك في الاخره. وقال بعض العلماء انه طلقها فعلا ولكن جبريل نزل بالامر قال له راجعها، والحديث ده صحيح برضه، يعني حديث مراجعه هذا صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم طلق سيده حفصه فعلا ورجعها، وقال له راجعها فانها صوامه قوامه وانها من زوجاتك في الاخره، او انها زوجتك في الدنيا وزوجتك في الاخره. يبقى الشاهد هنا بقى في عده عظات هنا، المراه هي المراه لا تستطيع في كثير من الاحيان ان تكتم سرها، لان العاطفه الجياشه اللي عندها بتغلب على العقل، ولازم الراجل يعرف كده. ف الرسول صلى الله عليه وسلم طلق، اذا كان صح حديث انه طلق السيده حفصه راجعها. المهم السيده قال عرف بعضه ان عاقبها بالتطليق واعرف اربع اعرف بعض. فلما نبأت به قالت من انباك هذا، فلما نبأها قالت من انباك هذا، يعني قال لها كذا كذا كذا، قال لها انت ليه قلت السر؟ فقالت له مين اللي قال لك الكلام ده؟ لان هي لما قالت السيده عائشه السر ده قالت لا ما تقوليش لحد، ما تقوليش للرسول صلى الله عليه وسلم ان انا قلت لك الكلام ده عشان ما يزعلش مني. فخافت تكون السيده عائشه هي كمان خلفت كلامها معاها وراحت قالت السر. فقال لها ربنا اللي نبأني مش السيده عائشه. فلما نبأ به انبأ الله، قال من قالت من انبأك؟ قال نبأني شوف العليم الخبير، شوف انا قال ايه؟ العليم الخبير. ما ينفعش يقول غفور رحيم، يبقى بيستخدم الاسماء اللي تناسب الايه. ربنا سبحانه وتعالى عليم ببواطن الامور، عارف ان الكلام ده هيحصل من قبل ما يحصل، الخبير ايضا ببواطن الامور وخبير بالنوايا الناس من داخلهم من قبل ان يتكلموا، ربنا عارف مخابر الناس، فلازم يقول العليم الخبير. انت توبى الى الله فقد سقط قلوبكما وانت ظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل صالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. فانت توبى الى الله، يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقيل ان هو بعد هذه الواقعه هجر زوجاته وقعد عند السيده ماريا القبطيه شهر وبعد عن زوجاته. فحتى سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل عليه ولقاه حزين وكده وقال له قال له طلقت زوجاتك في روايه من الروايات، لان اشيع
ان يطلق زوجته؟ قالوا له لا. فقال رضي الله عنه الله اكبر. وده كان تفسير قول الله في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم العلماء الذين يستنبطونه منهم لولا فضل الله عليكم ورحمته لتمعتوا الشجرة. كان أشيع في المدينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق زوجته. ف سيدنا عمر دخل قال وقال أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسي بدل ما نقعد نتكلم ونقول شائعات ونقول كلام مش صحيح، الأحسن إن إحنا نوصل لولي الأمر صاحب الأمر ونسأله بنفسنا، هنعرف اليقين من عدمه، يعني بمعنى صح بدل ما نحن نتكلم على شيء مش يقيني ونقول كلام أو نحن أو ننشر شائعات في المدينة ليست صحيحة. فربنا سبحانه وتعالى حتى قال في سورة النساء يعني لا تسأل يعني العلماء الذين يستنبطونه منكم، يعني الناس اللي هي تسأل هتعرف من غير ما احنا نتكلم، ما نروح لولي الامر ونساله، ما فيش داعي ان احنا نستنبط شيء ان احنا نتكلم بدون علم. فسيدنا عمر حتى قال ان الايه دي نزلت فيه هو إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يعني جالهم أمر في شيء خير أو في شر، يروحوا منتشرينه من غير تثبت. ولو ردوه الى الرسول والى الاولي الامر منهم يعني يرجعوا للرسول يسالوه حصل الكلام ده وحصل لعلمه الذين يستنبطونه منه. لا عرفوا اللي عرفوه الناس اللي هي بتدور على الحق او بتدور على الصح. كان سيدنا ابو بكر ايه انا كنت من الذين يستنبطونه منهم، دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم واستنبط الامر بنفسه، فلما قالوا لا ما طلقتش قال الله اكبر. وفي روايه ان هو قال له ايضا يا رسول الله يعني لو عايز تطلع زوجاتك لو هطلقهم ربنا سبحانه وتعالى معاك والملائكة معاك وجبريل معاك وأنا معاك وأبو بكر معاك والمؤمنين معاك، وإني لأرجو يعني أن ينزل هذا، أني كنت أحب أن ينزل القرآن بما يقول. فنزلت الآية، ودي من وفقات سيدنا عمر رضي الله عنه، عسى ربه إن طلقكن لبدن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك صغير. إن تتوب إلى الله يعني توب من هذه الفعلة وتندم عليها فقد صغت قلوبكم. بعض العلماء قالت صغت قلوبكم أي زالت قلوبكم، وبعض العلماء قالت صغت قلوبكم أي طهرت، لأن أو مالت إلى ما يكره. فإن تتوب إلى الله مالت إلى حب ما يكره، مالت إلى تتوب إلى الله فقد سقط قلوبكما أي طهرت من الذنوب. لأن الذهب والفضة لما بيوضعوا على عشان يتعملوا يعني بيطلع الذهب والفضة فوق، الذهب والفضة بينزل تحت، والصيغة يعني كلمة ذهب وفضة بيطلق عليها صيغة. صيغة ليه بيطلق عليها صيغة؟ لأن لما بتيجي تتعمل الرواسب والنفايات بتنزل تحت وبيطلع الذهب فوق لوحده. فقال انت توب الى الله فقد صغت قلوبكم يعني بقت زي الصيغه طاهره من الذنوب والمعاصي. وانت ظاهر عليه يعني ضايق فين الله هو مولاه، لو انتوا الاثنين تتحدوا عليه تعملوا زي ما بيقولوا ايه احنا يعني باللغه العاميه كده انجاز نقول هذه الكلمه زي الرباطيه او تعملوا عليه بتاع، انت ظاهر عليه فان الله هو مولاه، يعني انتوا الاثنين تتفقوا عليه مع بعض. لان السيده عائشه والسيده حفصه اتفقوا مع بعض عليه ان هو عملوا الحيله ديت عشان يخسنوه عن الذهاب الى السيده زينب او يسنوه عشان كان بياكل عندها العسل. فلو هتعملوا كده يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك صغير، وده نوع من التشديد والوعيد لهم عشان يتقوا الله ويتوبوا.
شوفوا بقى ربنا سبحانه وتعالى ايه. ودي صالح من عسى ربه ان طلقكن. ودي يقال ايضا انها موافقه سيدنا عمر. ان سيدنا عمر لما دخل على سيده حفصه حتى قال سيدنا عمر كان بيوصي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يعني انا ممكن اسد دلوقتي الحفصه واقطع رقبتها بالسيف. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عمر يعني قال له يعني قال والله لا اصلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل عليه وقعد يدعبه وقال له يعني الاحسن حاجه دلوقتي ان انا اروح اقطع رقبه حفصه بنت عمر عشان استريح من ال... وبعدين دخل عليها سيدنا عمر بيعاتبها يقول لها يعني لماذا عملت فعلت هذا وبتاع ممكن ربنا خلاص. ثم قال لا يقال انه قال لا عسى ربه ان طلقكن ان يبدلها ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وبكر. فنزل قول الله سبحانه وتعالى بنفس قول الذي نزل على يقال ان موافقات سيدنا عمر تصل الى 19 موافقه. عسى ربه ان طلقكن يبدلها ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. طبعا ليه مسلمات الاول؟ لان اول درجه هي الاسلام. مش ممكن واحده يبقى مؤمن قبل ما يكون مسلم. مسلمات مؤمنات قانتات بعدين يصل من الايمان الى القنوط وطول الصلاه او طول الخشوع خشوع لله سبحانه وتعالى وقنوط وتنفيذ امر الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين. فالانسان مش هيكون قانت الا اذا كان مؤمن ومش هيكون مؤمن اذا كان مسلم. فربنا سبحانه وتعالى رتبهم حسب الترتيب التصاعدي. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات. تائبات ليه؟ لان ممكن انسان قانت يحصل منه ذنوب. والسيده عائشه والسيده حفصه ما هماش قانتات دول سيدات قانتات ولكن حصلت منهم هفوه. ف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان اي انسان قانت ممكن تحصل منه. فالانسان والانسان محتاج للتوبه على طول. اذا كنت انت قانت يبقى هتجدد التوبه. لا يمكن انسان مؤمن ومسلم ومؤمن الا وقانت الا هو تائب يتوب باستمرار يكثر من التوبه لانه لازم يقع في ذنوب. مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. عابدات هنا بقى تركيز على الصلاه وقيام الصلاه وقيام الليل لان العبادات قال قنوط مش معناه بس كثره العباده ولكن معناه الخشوع والخشم لله سبحانه وتعالى. ثم قال عابدات خاص العباده لوحدها لانها هي ذروه او هي اساس الدين وهي اللي بتحض على الانسان يكون قانت لان الانسان من غير عباده ما ينفعش. فبعد ما اتكلم على القنوط اللي هو الخشم لله سبحانه وتعالى بشكل عام ويدخل فيه العباده ثم اتكلم على العباده لوحدها. عابدات سائحات ثيبات مؤكرة. سائحات أي كثيرات الصيام تبقى عابدات مصليات. سائحات أي صائمات صوامات. وبعض العلماء قال السياحة هي الجهاد في سبيل الله ولكن هنا لما يتكلم عن النساء النساء ما لهمش في الجهاد في سبيل الله بالسيف. فالأرجح الأقوال هنا المقصود به السائحات أي كثيرات الصيام كثيرات الصيام. يبقى عابدات كثيرات الصلاة. سائحات كثيرات الصيام. ثيبات وأبكارا. الثيب هي المرأة التي سبق لها الزواج سواء كانت زواج سواء كانت أرملة أو مطلقة. وأبكارا يعني لم يسبق لها الزواج قبل ذلك. وربنا قيم قدم السيبات على الأبكار. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كل زوجاته كانت سيبات بأمر من الله سبحانه وتعالى إلا السيدة عائشة رضي الله عنها. فيجوز للرجل أن يتزوج سيب إذا كان في مصلحة زي ما سيدنا جابر بن عبد الله تزوج امرأة سيب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ألا بكرا تلعبها تلعبك؟ قال له رسول الله عندي أخوات بنات أخشى عليهن فلذلك تزوجت هذه المرأة يعني لتقوم عليهن. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر على هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتزوج سيبات ليه؟ لأن لحكمة. واحدة مات عنها زوجها وكانت فاضلة زي مسلمة فبيعوضها رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام عن زوجها بأفضل. أو لأنها أو لأنه بوحي من الله سبحانه وتعالى أنها تكون مؤهلة أنها تكون أحد أمهات المؤمنين مؤهلة لنقل السنة من بعده. فربما تكون السيب أفضل من البكر في خلقها وفي عقلها وفي مع زوجها فتكون هي الأفضل. سيبات وأبكارا أبكارا أي لم يسبق لهم الزواج. إيه بقى الحكم في هذه الحكم كثيرة جدا. أولا إنسان يصبر على زوجته. إذا كان أمهات المؤمنين صدر منهم هذه الغفوات والهفوات. ما بالكم
نساء هذا العصر أو نساء هذا الزمان. المرأة خلقت غيورة، غيورة غيورة، لازم تبقى غيورة، حتى لو كانت توافق على التعدد وتوافق على تقدم الزوجات لازم هيحصل غيرة منها من زوجاتها، لازم، لأن هما مش نساء هذا الزمان مش هيكونوا أحسن من السيدة عائشة والسيدة حفصة. لازم تصبر على زوجتك لأنها تغلب عليها العاطفة، العاطفة غلابة على العقل. أو يبقى دي الأشياء المهمة جدا، لازم تصبر على الزوجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الزوج النساء خلقنا من ضلع أعوج، وهن أعوج ما في الضلع أعلاه، أي عقلها أو لسانها أو لسانها أعوج في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وانطلقت لم يزل أعوج، فاستمتعوا بهن على وجهن أو استمتعوا بهن، وإن كسر المرأة طلاقها. فلما تكسر المرأة وتطلق المرأة تكسرها. ولذلك الطلاق ربما يكون اسم. عشان كده لما الرسول صلى الله عليه وسلم طلق السيدة حفصة في حديث صحيح، يمكن صح هذا، كان في حديث صحيح هذا، جبريل أمره بأمر من الله سبحانه وتعالى أن يراجعها لأنها زوجته في الآخرة، لأنها صوامة قوام. وأيوب أبو أيوب الأنصاري حاب أن هو طلق زوجته فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال طلق أم أيوب حوب، حوب أي ذنب، ربما يكون ذنب كبير، لأنها كانت امرأة صالحة. يبقى دي من أهم حاجة، أول شيء أنا أصبر على زوجتي، أفوت الأخطاء الصغيرة، أفوت الغيرة. إذا نشزت عليك زوجتك بعض كلمات نرفزت عليك، سامحها وانتظر لما تهدأ هي نفسها هتتوب وهتهدأ، لو كانت هي إنسانة صالحة. إحنا بنتكلم عن الصالحات، المرأة الصالحة رجعها إلى كتاب الله، ورجع هتتوب وهتندم هي لوحدها، لكن ما تطلهاش ما تضربهاش. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب إلا في حدود معينة بعد استنفاذ كل الوسائل، وقال عليه الصلاة والسلام ولن يضرب خياركم، يعني الناس اللي هتضرب زوجاتهم مش هم خيار المؤمنين، بالعكس. وإن كان الضرب مباح ولكن بشكل معين وفي وقت وبعد استنفاذ كل الوسائل، ربنا سبحانه وتعالى الموعظة، بعدين الهجر في المضجع، بعدين الشيء الثالث الضرب، ويكون ضرب غير مبرح، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني تلغزها كده تزقها بس، مش لكن ما تضربهاش ضرب عنيف أبدا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في القوارير، قوارير قارور، أي المرأة مخلوقة من زجاج أشبه بالقارورة، سهل انها تكسر او مش لا يجوز ابدا، والذي يعني يهين المراه يضربها ضربه معاد ده هذا ليس برجل. يبقى دي اول حاجه، اول الاعظات، ان انا اذا حلفت على شيء وكان هذا الشيء لا يجوز شرعا او شيء مش طيب، يجب علي ان اكفر عن هذا اليمين، واكفر بالشيء بطريقه صحيحه، لا احرم الحلال، تحريم الحلال يعتبر من البدع او طيب الشيء، حرمش على نفس الشيء حلال ابدا. حاجة التالتة ان انا اصبر على زوجتي، زي ما قلت لكم السيدة حفصة افشت سر الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رجعها وسامحها. السيدة حفصة والسيدة عائشة عملوا حيلة عليه وقالوا له، انت ايه ده، انت واكل مغافير وتريحت، وهو ما كانش واكل مغافير، وهذا نوع من يعني نوع من الكذب، يعني هو لما تقول له انت ريحتك في ريحه تلعب منك مش حلوه رسول الله، ورسول الله عمره في حياته ما طلعت منه ريحه مش طيب، هو ده مش نوع من الكذب؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى لطبيعه المراه ولطبيعه، مع ان هم امهات المؤمنين، وده يوريك قد ايه انك انت لازم تصبر على زوجتك وتتحمل. يعني سيده حفصه افشت السر وعملت حيله على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له اشياء غير صحيحه حتى يصنوا عن الذهاب، ورسول الله سامحهم صبر عليهم، ان كان هجرهم لكن لم يضرب ولم يطلق، خلي بالكم لم يضرب ولم يطلق، وهم زوجات المؤمنين، يعني امهات المؤمنين لهم باع كبير جدا في السنه وعملوا. يعني انت زوجتك، يعني انت لست كرسول صلى الله عليه وسلم، وزوجتك ليست كعائشه وكحفصه. هتقول لي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صبر عليهم عشان دي عائشه، طب ما انا اصبر على زوجتي ليه؟ لا تصبر عليها، لان اللي افضل منك ملايين المرات صبر، يبقى انت لازم تصبر. فسيدة يبقى لازم انا اصبر على زوجتي كثيرا جدا جدا، خصوصا في حاله الحيض، لان حاله الحيض المراه بتكون ليست في حالتها الطبيعيه،
ده مرض الشارع، بعدها خلل في الدوره الكمويه وخلل خلف وميزاجها ما بيبقاش مظبوط فبتصدر منها هفوات. يبقى دي الحاجه الثالثه، ان انا لازم اصبر على زوجتي، لازم تعرف ان كسر المراه طلاقها، ولو لا يجوز الطلاق الا في حدود معينه. ربنا سبحانه وتعالى المراه يجب عليها ان تتوب، هي اخرى اذا كانت تسيء الى زوجها تفشي سره. يبقى اذا كان ربنا سبحانه وتعالى عاتب زوجات الامهات المؤمنين على هذا، وهم من هم او هن من هن، انت تكوني ايه؟ اذا كنت بتفشي اسرار جوزك، اذا كنت بتتحايلي عليه، اذا كنت بتكذبي عليه، لازم تتوبي الى الله سبحانه وتعالى. لانه ممكن يطلقك ما يصبرش عليك وربنا يبدله احسن منك، تبقى انت خسرتي اذا كان هو راجل صالح. يبقى انت توب الى الله فقد صدقه وانت ظهر عليه فان الله جبريل ومولاه صالح. رضا الزوج من رضا الرب، وذلك اذا غضب الزوج على 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 زوجته هنا معنا تلعنها الملائكه، ويظل الله سبحانه وتعالى غضبان ما دام الزوج غضبان حتى يرضى الزوج، حتى يرضى الزوج. ده تلخيص لتفسير هذه الآيات. يعني أرجو أن أكون أفدت، ويا ريت كلنا نتقي الله في زوجاتنا ونصبر عليهن، ونعرف أن الله سبحانه وتعالى خلقهم بشكل معين في عوج في خلقها وفي كلامها وفي كل حاجة، ولازم نستمتع بها على وجهها ونصبر عليها. أقول قولي هذا، أستغفر الله.